صباح الخير اللي عندهم صباح، مساء الخير اللي عندهم مساء، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفال على باب الزواج، ونشوفوا باب الزواج عندك واش مفتوح، واش كاين عرض زواج، واش كاين خطوبة، واش كاين عقد قران، واش ما عندك حتى مشكل، واش ما كاين لا سحر لا عارض لا تبعة لا عين لا حسد لا حالة نفسية اللي كتمنع تحقيق الهدف ديالك ديال الزواج. فان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، ونشوفوا شكون اللي غادي يطلع لهم او المواصفات ديال البنات او المطلقات او الارامل اللي يطلع لهم الزواج. فان شاء الله خير. غادي نبدا مع صاحبه البشره البيضاء، فسواء كان عندك حبيب او ما كانش، فغادي نشوف واش عندك حاجات اللي هي ايجابيه. ممكن اللي ما عندهاش حبيب يدخل شخص جديد في الحياه ديالها وبسرعه يتم الزواج ديالها، او ممكن يكون عندها مثلا زواج تقليدي او حب سريع وبسرعه يتم الزواج ديالها. فهذه انت يا البيضاء، وهذا علام الفرح ديالك. ان شاء الله خير، ان شاء الله الفال ايجابي، ان شاء الله تستفدي على هذا الفال هذا. لا اله الا الله. اللي هي مثلا هنا سبق لها الطلاق او هي مطلقه، فكنشوف عندك امور جيده من الناحيه العاطفيه، خصوصا مع احد من الاهل ديالك او انسان كيدخل عندكم للدار. فكنشوف كالبيضة غادي تكوني محظوظة من الناحية العاطفية، يعني أمورك جيدة هذا الأسابيع المقبلة في كل ما يخص الحظوظ الخاصة بالخطبة أو بالزواج أو بالتعارف، من يعني تعارف اللي هو قصد الزواج، تعارف اللي هو شريف، فغادي تكوني يعني محظوظة في هذا الشيء هذا. وكنشوف هنا اللي باين عندهم زواج أو الزواج ديالكم مفتوح، أو ممكن يحصل عندكم زواج أو خطوبة خلال هاد الشهرين، يعني أو خلال ما تبقى من شهر 6 حتى نهاية شهر 7. فكنشوف هنا أمور جيدة مع الرجل الحنطي اللي انت حاليا متخاصمة معاه، أو اللي انتما حاليا بيناتكم غيار، أو كتهضروا على فراق، أو انت مثلا كتقولي لهذا الإنسان انت غير زهواني، انت باغي غير تستمتع بيا، انت يعني ماشي إنسان معقول. فأنا كنشوف هاد الانسان هذا اللي انت وياه بهذا الشكل حاليا، فغادي يكون عندك معاه حظوظ، وغادي يكون عندك معاه هضره وكلام على خطوبه او على ترسيم العلاقه ديالكم. كنشوف كتفكري بزاف، خصوصا انت اللي كتشتغلي مثلا في الدرك في الامن او في مصالح ديال الجيش او في القوات المساعده، او انت كتلبسي لباس خاص في العمل ديالك، فحتى انت باب الزواج عندك مفتوح، او خطوبه او تعارف قصد الزواج، فامورك غادي تكون جيده. كنشوف كذلك اللي معاها شخص ابيض في العمل، وهذا الشخص هذا كيتقرب منك او كيتودد ليك او كيقول لك انا باغي المعقول، ففعلا هذا الانسان هذا باغي المعقول. كنشوفك انت بحال كتشكي او كتقولي مستحيل هذا غير يكون كيتفلى او غير يكون باغي يضحك عليا، فلا، اللي معاها شخص ابيض في العمل فهذا الابيض راه باغي معك الزواج. وكنقول هنا كذلك بالنسبة اللي عندها حبيب أبيض، فخصوصا اللي عندها حبيب أبيض قصير القامة، فزوجك قريب مع هذا الإنسان. وبالنسبة اللي عندها الأبيض اللي هو مربوع القد أو طويل، هذا الإنسان يعني نية الزواج كاينة، ولكن الاستعداد ليه في هذه الأسابيع هذه يعني غير مستعد. أوكي، بالنسبة لهذا الحبيب ديالك اللي هو أبيض مربوع القد أو طويل وعنده ولاد، هذا مطلق، فتنقول لك هذا الانسان هذا باغي يدخل للعتبه ديالك ونيته صافيه، ولكن الزواج دابا لا.
لان عنده مشاكل مع الابناء ديالو او الابناء ديالو، شي شويه غادي يخرو لك الزواج ديالك معاه. وبالنسبه للانسان اللي هو مثلا ابيض وكان من الاهل ديالك، فهاد الانسان عندك معاه امور جديده، او هاد الانسان كيفكر انه يدير معاك ولاد، ولكن كنشوف بحال الاهل ديالك غادي يكونوا معترضين او غادي يكونوا السبب في عدم القبول او عدم الزواج ديالك بهذا الانسان هذا. بالنسبه اللي عندها الرجل الاسمر، فانا الرجل الاسمر كنشوفك ما كتبدليش معاه شي مجهود او كتبيني ليه بانك باغيه معاه الزواج، فهو كيشوفك انسانه مستهترة او انسانه ما مهتماش لهذا الامر او ما كتعطيهش راس الخيط. فانا كنشوف هذا الاسمر هذا بحال كيشوفك انت انسانه ماديه. كنخاف اي الريح كاين والباب غادي يتزدح. المهم الا سمعتو شي زدح هاد الباب راه ما بغيتش نقطع دابا الفال باش نمشي نسدو. المهم الا تزدح وضركم راسكم استسمح. هنا قلنا هاد الاسمر هذا، فهو بحال كيشوفك انك انسانه ماديه، انك باغياه غير على الفلوس، او انت انسانه متطلبه، وكل ما عطاكش او ما كانش كريم معك كل ما كتهربي. فمازال هو كيشك فيك انك كيقول هاد الانسانه واش هذه هي اللي غادي نبني معاها حياتي، واش هذه هي اللي غادي تكون الزوجه ديالي، واش هذه هي اللي غادي تكون المراه المدبره. انا كنشوفها انانيه وكتبغي راسها وكتبغي غير فلوسي، ما كتبغينيش انا. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه او يقدر يكون من الاهل ديالك، فهاد الانسان غادي يكون مراقبك او كيتجسس عليك، ويعني فكره الزواج بحال راه ما كايناش حاليا، يعني بحال باغي يستعبدك باغي يمتلكك، ولكن شي زواج راه ما كيفكرش فيه حاليا. بالنسبه للاسمر اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده، راه النيه ديالو صافيه، يعني خليك معاه واخا ما يكونش زواج هاد الاسابيع هادي، ولكن النيه ديالو صافيه ومازال عندك معاه الخير. اوكي هذا اللي قال الفال ديالكم البيضات، هذا الشيء اللي عطلناه. بالنسبه للبنات يمكن نتوما كتشوفوا دغيا كتخرجوا، دوك اللي باغيين على الحنطي، وهضرنا في الاول على الحنطي، الا بقات فيكم شي وحده للاخر فانت اللي عندك هذاك الحنطي اللي هو قصير، فا او هو اجنبي او في البلاد البعيده، وكتسولي وكتقولي ما عرفتش واش نستمر معاه ولا لا، واش نيته صافيه ولا لا، فكنقول لك النيه صافيه وفكره الزواج كاينه، ولكن هذا الانسان غير مستعد لخمسه اشهر مقبله، يعني ما تنتظريش انه يطلبك للزواج للخمسه اشهر مقبله. فكان هذا الفال ديالك يا البيضاء، ونشوفوا الفال ديال الحنطيه. هادي انت الحنطيه، وهذا علام الفرح ديالك، ونشوفوا واش عندك باب الزواج مفتوح، واش ما عندكش بلوكات، واش ما عندكش سحر، واش ما عندكش عارض، واش ما عندكش تابعه، واش ما عندكش عين وحسد او مشاكل داخليه اللي كتوقف لك هذا الزواج ديالك. فان شاء الله خير. البنوات اللي كتبغيو فالات خاصه مجانيه، فانا كنديرها على الانستغرام يوم الثلاثاء والجمعه مساء. رابط القناه ديال الانستغرام كتكون مثبته باول تعليق في الفيديوهات. هنا جاء الفال خاص بالبنات او المطلقات او الارامل اللي انت عندك سياره، اللي انت مقتدره ماديا، عندك مثلا سكن كبير او من ناحيه الماليه ما خاصكش، وكذلك بالنسبه للمطلقات، فكنشوف هنا عندك هنا تابعه، عندك بلوكات، عندك عراقيل بخصوص الزواج. فاي وحده هنا مطلقه او هي عندها ممتلكات او من ناحيه الماليه ما ناقصكش، وعندك سياره او عندك بيت فخم، فراه عليك التابعه من ناحيه العاطفيه.
كيبان لي هنا بالنسبه اللي هما جالسات في البيت اللي ما عندكمش شغل، يعني ما عندكمش وظيفه، انتما ربات بيوت جالسين في الدار، ما كنعنيش مطلقات ولا ارامل، لا فقط العازبات اللي انتما جالسين في الدار وما عندكمش حبيب وما عندكم ولا وظيفه، زواجكم مفتوح من هنا حتى الا ما كانش، والعلم لله الا ما كانش من هنا لثمانية اسابيع مقبله، ففي نهايه السنه يكون عندكم عرض زواج او خطوبه او عقد قران لهاد البنات هادو. كنشوف كذلك هنا بالنسبه للبنات اللي عندهم حبيب ابيض، عفوا اللي عندهم حبيب ابيض، ف ما كنشوفش بيناتكم حاجات اللي تفرح، واخا يكون هذا الانسان هذا نيته صافيه، فممكن تحملي من الابيض اللي هو قصير القامه وما يتزوجكش، فردي بالك. الاشتياق كاين، الحب، الغرام مع البيض القصير، وتشوفيه تقولي هذا نيته صافيه وانسان كيتعامل معاك مزيان، والحب والغرام، وممكن تحملي منه ورغم عن ذلك ما يتزوجكش. وكاين اللي دخل مؤخرا رجل بيض قصير معاك في العلاقه وكتقولي واش هذا الانسان غادي يتزوجني، فكنقول لك لا، هذا باغي غير الزهو واستمتاع. اوكي، بالنسبه للابيض الاخر انا كنشوف كاين بلوكات بيناتكم، او كاينه شي وحده معاه في العمل اللي كتجلبه، فما يفكرش فيك في الزواج، لان دائما كيكون بيناتكم خلافات، يكون بيناتكم خصامات، اختلافات في الراي، كاينه وحده اللي معاه في العمل بحال تيشوفها انسب او كيميل لها او كيتردد انه يتزوج بك او يخطبك هذا الانسان هذا، فردي بالك منه. بالنسبه للحنطي، الحنطي اللي هو قصير القامه، فما كنشوفش امور جيده بينك وبينه، ما كاينش شي زواج او تفكير في الزواج، يعني انسان اللي غادي غير ينكد عليك حياتك، انسان اللي متبوع، انسان اللي كيتدار ليه اصحاب، انسان اللي ممكن يوقع بيناتكم انت وياه عكوسات ومشاكل بسبب امراه اخرى، فبعدي على هذا اللي هو حنطي قصير، ما عندكش معاه خير وما عندكش معاه زواج، فما كنشوفش شي حاجه اللي هي ايجابيه مع هذا الشخص هذا. اما بالنسبه للحنطي الاخر فكنشوفو كيفكر بشكل كبير من ناحيه العاطفيه، من ناحيه الاستقرار، هذا الانسان كيبغيك، باغي زواج، باغي ترسيم علاقه معك، فعندك معاه خلال 8 اسابيع المقبله يا اما خطوبه، يا اما هضره وكلام بجديه في ترسيم علاقه، يا اما عقد قران. هذا الانسان عندك معاه امور جيده، هذا الحنطي اللي هو الاخر يقدر يكون من الاهل ديالك، يقدر يكون مربوع القد او طويل، اما القصير فقلنا ما عندك ما ديري به. اوكي، فكان هذا الفال ديالكم، هضرنا يمكن الاسمر ما هضرناش، الاسمر ما هضرناش عليه. اللي عندها حبيب اسمر فممكن يقترح عليك زواج عرفي، فما تقبليش، هنا الاسمر ممكن يبغي غير زواج عرفي فقط، او ممكن البعض فيكم هذا الاسمر هذا باغي هذا الزواج غير من اجل اوراق، غير باش ياخذ اوراق ديالو، فما تثقيش فيه. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، هذا غادي يكون شويه اناني، او غادي يكون كيتجسس عليك، او غادي يكون شويه خائف او متردد في العلاقه بينك وبينه، هذا خصك تصبري عليه واحد المده، يعني ممكن انك تطولي مع هذا الاسمر اللي هو قصير حتى سنتين، ولكن في الاخر يكون عندك معاه زواج. اوكي، فنشوفوا السمراء، ان شاء الله السمراء يكون فالك خير، ان شاء الله السمراء يكون فالك ايجابي. غادي تكوني هذه السمراء وهذا علامه الفرح ديالك، ونشوفوا واش باب الزواج عندك مفتوح، او عندك عكوسات، او عندك سحر، او تابعه، او عين، او حسد، او عارض، او مشاكل نفسيه هي اللي كتعرقل لك الزواج ديالك. ان شاء الله تستفدي على هذا الفال، ونشوفوا شكون اللي باب الزواج مفتوح عندها من السمراوات.
البنات اللي نتوما ربات بيوت يعني عازبات، وانتوما ربات بيوت ما عندكمش وظيفة، فعندكم السحر اللي هو ثقيل جدا. هذا السحر قديم، ممكن يكون حتى 7 سنين ماضية. كاين اللي عندها 7 شهور بدأ عندها هاد الأسحار هذه، وكاين اللي 7 سنين ماضية. ف يعني خاصك علاجات انت اللي ربت بيت ما عندكش وظيفة، فعازبة يعني عندك مشاكل، عندك أسحار، عندك بلوكات، عندك عراقيل، فعليك بالعلاجات يا حبيبة قلبي ومهجتي. اوكي، بالنسبة للمطلقات او الارامل اللي عندكم اولاد، فحدودكم تحت الصفر، يعني اموركم بعيدة كل البعد على الزواج، فجامدات، عندكم ركود 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 كبير جدا. كنشوف هنا بالنسبة اللي هي مثلا كتشتغل في مصلحة حكومية او كتلبس لباس خاص، يعني انت كتشتغلي في الدرك او في الامن او في مصالح عسكرية او في قوات مساعدة او في العمل ديال كتلبسي لباس خاص ديال العمل، فعندك فرص. يعني كاين الناس اللي ممكن يقترحوا عليك زواج، كاين مثلا صديقة ديالك او جارة او وحدة من الاهل ممكن انها تقدم لك الاخ او حد من العائلة للتعارف. ما كنقولش عندك يعني زواج، ولكن كاين هاد الاربعة اسابيع المقبلة كاين شي حد اللي غادي يبغي يقدم لك شخص من اجل التعارف لقصد الزواج. هنا كاين كذلك فيكم انتم اللي قلنا كتشتغلوا في الامن، في الدرك، في الجيش، او في القوات المساعدة، او كتلبسوا لباس خاص في العمل ديالكم، فكاين هنا انسان اللي معكم في العمل اللي هو حنطي. هاد الانسان باغيكم، هاد الانسان باغي معك المعقول، فقط انتبهي له. اوكي، كاين هنا بالنسبه للموظفات، موظفات كنقول لكم كاين شخص اللي ممكن هاد الاربعه اسابيع يدخل معكم جديد في العمل، فممكن تكون عندكم علاقه معه، علاقه جديه وتنتهي بالزواج، ولكني ما كنشوفوش يعني زواج مباشر يعني بسرعه. يعني كنقول لك هذا فيه خير، فتعاملي معه، ممكن يكون عندك معه زواج. اللي عندها الابيض نحيف وطويل، او هذا رجل ميسور، فكنقول لك يعني الا كنتي كتقولي واش كاين زواج، فكنقول لك كاين شويه بلوكات، كاين عليك تابعه او كاين عليك عين وحسد، فكاين بلوك مع هذا الانسان هذا، يعني ما كنشوفش شي زواج خلال الاربعه اسابيع المقبله. اللي غادي يكون عندهم زواج والله اعلم، دائما كيبقى العلم لله وما هذا الا فال. اللي عندها الحنطي واللي عندها الاسمر، سواء كان الحنطي مربوع القد او طويل والاسمر كذلك، وحتى ولو تكوني مخصمه حاليا مع هذا الحنطي ومع الاسمر اللي عطيت الاوصاف ديالهم، هذا الحنطي والاسمر، واخا تكوني مخصمه معاهم حاليا هذه اللحظه هذه اللي كتشوفي هذا الفال، كاين بيناتكم صلح ومازال غادي يكون زواج. اوكي، زواج يقدر يكون في هذه الاربعه اسابيع، خطوبه، زواج، او هضره وكلام بجديه فهاد الزواج هذا. انا كنشوف اللي عندها الحنطي عقد قران كاين، يعني الا ما كانش في الاربعه اسابيع يكون في 6 اسابيع المقبله. اوكي، بالنسبه اللي عندها حنطي او اسمر جنابي او في البلاد البعيده، الزواج كاين، ولكن انتبهي، لان ممكن انك تعرقلي الامور ديالك، يوقع مشكل، يوقع خطا، يوقع سوء فهم، فردي بالك. اوكي، هادو هما اللي بان عندهم زواج قريب. اما بالنسبه اللي عندها الابيض اللي هو مربوع القد، فهذا باغيك، كاين حب، كاين حاجات اللي هي ايجابيه بينك وبينه، استمري معاه. ما كنقولكش كاين زواج دابا، ولكني استمري معاه. بالنسبه اللي عندها الاسمر، ما هضرتش الاسمر اللي هو قصير، فالاسمر القصير كنشوف نيته صافيه، حتى هو خليك معاه، وحتى الاسمر اللي هو قصير اجنبي او في البلاد البعيده خليك معاه. ما كنقولكش زواج دابا، ولكني راه مزيان هذا الانسان هذا. بالنسبه للابيض اللي هو قصير القامه، فكنشوف هذا الانسان هذا ممكن وحده تاخذه منك، يعني وحده كتدخل عندك العتبه، او وحده كتعرفك وكتعرفو، فهاد الانسان راه ممكن تضر به. اوكي، ردي بالك مع الابيض اللي هو قصير القامه، ان وحده اخرى تجي وتاخذه لك بالسهل.
فكنظن انني هضرت على الكل، فان شاء الله تكونوا استفدتوا على هذا الفن. نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فن اخر جديد. كنبغيكم وباي باي.